بعض الأخطاء الفردية ممكن تقلب الكلاسيكو. يشوف في مباراة متحكم فيها نادي برشلونة للأمانة. تمشي الكرة لتشابي، يعطي كرة طويلة بيدرو، بيدرو رام ثاني ضربة ممكن بيدرو، الهدف الثاني، الهدف الثاني قلت لك قبل الستين، قبل الستين ابن العشرين يسجل الأمان 2-0. هذا الفرق، كرة من هنا ضاعت، كرة من هناك لا تضيع، كرة من الكبير المدريدي ضاعت، كرة من الشباب والطموح البرشلوني لم تضع. 2-0 من بيدرو، أخطاء الدفاع مع أسطورة الهجوم، مع كرة من بيدرو في الثنية. 55 دقيقة، 2 الاف سي بي 0 ريال مدريد. قد يكون يوم الكتالونيين، ثامن أهدافه بالليغا، مساهمته في أهداف الفريق توصل 11%. تشافي يا معلم، تشافي كل الكلام قلناه فيك، مش ممكن على هذا اللاعب. ميسي النجح لأنه وراه تشافي، وراه نيستا، هذه حقيقة لابد أن تذكر. بدون تشافي، بدون نيستا، قد لا تساوي شيء ابن الأرجنتين. شوف الكرة والباس، أعطاه كرة 1-0، قال له سجل يا ميسي، أعطاه كرة لبيدرو، قال له طمني يا بيدرو. هذه قوة تشافي هرنانديز، لاعب عمل 100 تمريرة في لقاء الجانرس أرسنال، اليوم بتمريرتين حاسمتين.